كل واحد عارف دوره كويس. تمام يا باشا. خد يا ابراهيم. مقبول يا باشا. ايه دي؟ قنبله من ايد من اعدامها. هترميها جوه المبنى اللي في اخر الشارع. المبنى ده كان مبنى تابع للتحقيقات تبع المخابرات الاسرائيليه، وهو دلوقتي تحت الاصلاح، ما فيهوش حد خالص. مش معنى المبنى ده بس اللي هنفجره يا باشا؟ ليه ما نفجرش اكتر عشان ربنا يكافينا اكتر؟ احنا مش جايين نقتل يا شيخ حسن، احنا جايين ناخد فلوسنا ونمشي. مش عايز غلطه، ده كل حاجه مشيت حسب الخطه اللي انا راسمها. كلنا بكره الصبح هنبقى في مصر، وكل واحد هيبقى معاه ملايين من الدولارات. هاني يلا مع ابراهيم، عايز كل حاجه تبقى طبيعيه. هاني انا في سؤال كاتمه في قلبي من غزه لتل ابيب. ابراهيم ما تتكلمش عربي هنا هتودينا في داهيه. حد قالك ان عينيكي حلوه جدا؟ حد قالك ان انت انسان مش طبيعي؟ الله ليه بس كده؟ وقت الكلام الفارغ ده يا ابراهيم؟ يعني يا حبيبتي لو الواحد ما عبرش عن اللي جواه في اي لحظه ممكن يفرقع يطق. طب يلا. شالوم شالوم شالوم. ايه يا ابراهيم، انت متاكد انك انت فتحت القنبله قبل ما ترميها؟ ايه اللي متاكد يا باشا؟ القنبله جوه المبنى وجاهزه للانفجار. امال انت فيها ايش حسن؟ مش عارف انا ايه، بس كل اللي اعرفه ان انا عامل كل حاجه صح. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك يا حسن. يلا يلا. الآن كل الحدود، الآن كل الحدود بتسوتش بمليون يد بيت ليمين، لكل الحدود لفوت لمساحة بتسوتش. ايه ده؟ كان في سري حديد هنا، ايه اللي شاله؟ المسافة كبرت. مش هينفع. هنطلع يا باشا. نط ايه؟ مش هينفع. انا نازل تحت نهدى شوية كام يوم وبعدين نشوف هنعمل ايه. لا يا باشا مش هننزل. انا هنطها. تنط مين يا ابن المجنونة؟ ده أكتر من 8 متر. نفذ الأمر. يلا كلنا هننزل. لا يا باشا، أنا هنط. احنا ما جيناش كل ده عشان نرجع ايد ورا وايد قدام. خد ساعتك هتتنفس. وزي ما قلت لنا بالظبط. انا قلت لا، انا مش جايبكم هنا عشان تموتوا،
الأعمار بيد الله يا باشا، وحياة أبويا ما هرجع مهما حصل. ما تخافش عليا يا باشا، ما تخافش، أنا المرة دي مش هفشل، أنا حاسس إن أنا هنجح إن شاء الله. لا أبوس إيدك يا باشا، ما تحرمنيش من الفرصة دي، والله العظيم تلاتة هجيبها، تلات أرباع النجاح الواحد بيحس بيه قبل ما يوصله. قلت لك لا يا باشا، أنا لما خسرت في الأولمبياد كنت عارف إني هخسر حتى قبل ما أنط، إنما المرة دي هجيبها، والمصحف الشريف هتيجي. أنا زمان يا باشا كنت محبط وقرفان ومش طايق حياتي، ما كانش عندي رغبة إن أنا أعمل أي حاجة، إنما أنا دلوقتي حاسس إن أنا إنسان تاني. أنا كنت ضايع يا باشا، وأنت خليتني ألاقي نفسي. أبوس إيدك سيبني أنط. اسمع كلام ناجي بيه يا حسين. لا يا هاني، حتى لو لغيت العملية يا باشا، حتى لو كلكم نزلتوا تحت وسبتوني، أنا هستنى هنا لوحدي وهجري وأنط الناحية التانية. حسام أنت اتجننت؟ لا يا إبراهيم ما اتجننتش، بالعكس أنا عاقل جدا وعارف أنا بقول إيه كويس. ولعلمك أنا مش هنط النطة دي عشان خاطر الفلوس. أنا كل اللي كنت عايزه من الفلوس إني أعمل عملية أبويا، إنما أنا ما بحبش الفلوس. أنا ثقتي في نفسي رجعت لي يا باشا، ودي بالنسبة لي هي نقطة الثقة.